انتشار الليل وكلام زي كده، تمام؟ والراحه والهدوء والاسترخاء والسكينه، وبرده الصمت وعدم الحديث وعدم الكلام ومفيش باور، الكلام ده فهي مرجحه اكتر من السخنه. السخنه بقى جايب لك عليها يطلق عليها لون الحاره او الدافئه او الساخنه، لانها تميل لضوء الشمس، مش اي ضوء، لان في ضوء بارد، ضوء الشمس والوان النار مصادر الحراره والباور والطاقه والنشاط والحيويه وفتح الشهيه ولفت الانتباه والرومانس والكلام ده كله. السلبيه بتاعتها الغضب والقلق والتوتر والعصبيه، تمام؟ دي كده اقسام الالوان. ايه؟ مش فاهمه عائله اللون؟ فهمت. انا عندي دلوقتي الموف المزرق ده جاي منين؟ انا عندي عائله الازرق هتلاقي داخل فيها الازرق، عائله الاحمر داخل فيها الاحمر كلها، تمام؟ عائله الاصفر داخل فيها الاصفر، عائله الاخضر داخل فيها الاخضر، تمام؟ فانا عندي الازرق اهو جنبه هنا في اخضر مزرق اللي هو منضاف عليه شويه اخضر، بس الازرق اقوى منه شويه. عندك برضو الموف المزرق، موف مزرق، جبت موف الاول بعدين ضفت له شويه ازرق بقى موف مزرق. وعندك الموف نفسه، الموف نفسه بارد، مش قلت لك الموف ده ثلاث درجات منهم اثنين باردين واحد سخن؟ فعندك السخن مع الاحمر اهو، الموف المحمر، مش قلت لك اول في العائله الاحمر ده موف محمر، موف احمر نفسه، اورنج محمر، اورنج محمر ده الاورنج ده جاي من ايه؟ اصفر واحمر، الاصفر والاحمر، الاحمر اقوى، فهتلاقي الاورنج ده مايل للاحمر اكتر يعني، تمام؟ بعد كده اورنج محمر اساسي بقى، انا جبت الاورنج وضفت له شويه احمر بقى اورنج محمر. فدي عائلات، عندي الاخضر ده اخضر واخضر مسفر داخل فيه الاخضر، عندك ده الاصفر والاورنج المسفر داخل فيه اورنج داخل فيه الاصفر قصدي، تمام؟ بعد ما جبنا الاقسام دي هنبدا ناخد بعض التركيبات اللي على اساسها. عايز اخد من الدايره دي بقى شويه تركيبات، انا عايز اطلع من الدايره دي بعض التركيبات، تمام؟ التركيبات صعبه شويه بس انا هحاول اسهلها كده ببساطه. المهم انا هاجي اقول لك دلوقتي انا عايز اخد لون من الدايره، هاخد لون واحد من الدايره وهدخله في وسط محايد او مركب. يعني ايه بقى ادخله في وسط محايد او مركب؟ في كده ميزان بس هجيبه لك كمان شويه. الميزان ده رمانه الميزان بيش اوف وايت كريمي ابيض او جري، بيش اوف وايت كريمي بني هافان، الكلام ده كده اعتبره ده مركب. لما اقول لك مركب ترجم كده في دماغك ان البني بدرجاته، تمام؟ البني بدرجاته، ابعد شويه عن كل الالوان المركبه خليك في البني بدرجاته، تمام؟ لما اقول لك محايد ابيض واسود ورمادي، تمام؟ ابيض واسود ورمادي. فلما اخد لون من الدايره عايز اظهره بشكل شيك اضيفه في وسط محايد او مركب، تمام؟ طب انا اخد لون ولا اخد اثنين ولا اخد ثلاثه؟ دي التركيبات بقى. واحده واحده كده هنبدا نشوف التركيبات بتاعتي. قبل ما ابدا في التركيبات وقبل ما اخد لون من الدايره، في بعض الافراد بتبقى خايفه تدخل الوان. يعني ايه خايفه تدخل الوان؟ هيجيب الدايره كده على جنب ومش هيختار منها الوان، فتلاقي الفراغ بتاعه يحتوي على بيج اوف وايت كريمي وبني وهافان فقط، يا اما يحتوي على ابيض واسود ورمادي فقط، تمام؟ وهتلاقي فيه نماذج كده كتير، هجيب لك برده بعض الايه؟ النماذج الشكل ده، تمام؟ هتلاقي انت في تخش بعض الفراغات تلاقي عندك العميل مثلا عامل او الشكل العام للفراغ بتاعه يحتوي على ايه؟ البيج والاوف وايت والبني والافان ومش عارف ايه، درجات المحايد او المركب فقط، تمام؟ فكده مش ضايف لون من الدايره، هو كده ما جاش ناحيه الدايره. طب ده وحش؟ لا ده جاد جدا من ناحيه راحه العين. طول ما انت مش حاطط لون من الدايره مفيش ثقل بصري، تمام؟ مفيش ثقل بصري عندك خالص، في راحه نفسيه وفي هدوء والكلام ده كله، وفي سيمتريه في التوزيع، لان انا مختار لون يا اما بنيات بدرجاتها يا اما ابيض واسود ورمادي بدرجاته والكلام ده كله. فهنا شغال بايه؟ شغال بمحايد او مركب، تمام؟ فانت هتلاقي في راحه نفسيه في الفراغ ده، نفس الكلام برده شغال هنا بمحايد او مركب. تيجي تخش بعض الفراغات اجيب لك برده ايه؟ بعض النماذج من المحايد او المركب، بتخش برده عندك حاجه زي كده. شايف السيستم اللي هو عامله ده كده؟ انا برده هنا مش مختار الدرجات من البيج والاوف وايت والبني والافان ومش عارف ايه والكلام ده كله. شيل انت بقى الشيل ده كده، الشيل ده شيله وحطه تريكواز، شيل مخدات حطها اورنج، شيل اي قصه هنا وحطها لون من الوان الدايره، هتلاقي الدنيا فرقعت معاك، هتلاقي اللون نفسه ظهر بشكل قوي جدا. لما تيجي مثلا في وضع زي ده كده واجي اقول لك ايه اللي لفت انتباهك؟ ايه اللي لفت انتباهك في الصوره دي؟ ايه اللي لفت انتباهك في الصوره دي؟ اللي هو اللون اللي من الدايره، تمام؟ العين هتسقط على لون الدائره وبعد كده تعيد النظر على بقيه الالوان اللي موجوده عندك في الحدود بقى في الاساس. المهم عندك سيمتريه قويه في الالوان الثانيه بخلاف اللون اللي انت مختاره من الدايره. فانت عشان تظهر لون الدايره بشكل شيك يفضل وضع في وسط محايد او مركب، تمام؟ نسبه التوزيع دي بقى برده فيها سنس كده في التوزيع. الاول انا كده بدات ادخل بلون من الدايره،
فكده نبدا ناخد تركيبات بقى. كده خلاص طالما دخلتك من الدائره ناخد تركيبه. انا وريتك الاول الافراد اللي مش مدخله من الدائره، يا بيج وفايت وكريمي ابيض وجري. يعني هتلاقي عندك في بعض الافراد تعمل ده، خش كده على الفراغ بتاعه تلاقي عندك الدنيا كلها يا ابيض اسود رمادي فقط، حاجه زي كده مثلا ابيض اسود ده مدخل سن رمادي. تلاقي عندك برده حاجه زي ايه مثلا ده برده كله ابيض اسود رمادي وكلام من ده. تخش برده عنده ايا كان في غرفه نوم رئيسيه زي كده برده ابيض اسود ورمادي، الدنيا بتاعته ده صعب، ده صعب حتى حاله نفسيه، يعني ده بيسبب الاكتئاب وبيسبب برده الصمت وعدم الكلام والكلام ده. عندك ابيض واسود ورمادي لو انت، ففي بعض الافراد شغاله ده هتلاقي برده عندك فراغات بالشكل ده ابيض واسود ورمادي، يعني ايا كان تمام. ففي فراغات فعلا مقفوله بالالوان دي، ده مش شرط يكون وحش، ده مش وحش، ده جاي مفيش مشكله، بس انا عايز ادخله من الدايره خلاص. انا التركيبه الاولى دي اللي هي عاديه اللي هو انا شغال بمحايد او مركب. طب لو عايز اخد لون من الدايره هبدا بقى اقول لك ان في تركيبه اسمها المونوكروماتيك. المونوكروماتيك ده او تركيبه اللون الواحد بالعربيه، تركيبه اللون الواحد المونوكروماتيك. ايه تركيبه اللون الواحد؟ ليها توظيفين، توظيف قديم وتوظيف حديث تمام. التوظيف القديم لو تفتكر في المحاضره الثانيه قلت لك في عميل ممكن يطلب منك يا باشمهندس انا عايز غرفه ليفنج روم موف تمام. قال لك ايه؟ قال لك الموف الفاتح في الحدود، الموف الوسطي في الاساس، الموف الغامق في العناصر التكميليه. ده توظيف التركيبه في الاول، ان انا باخد لون من الدايره، تعريفها بقى، تعريفها الاول اللي هو التعريف بتاع التوظيف الاول، ان انا باخد لون واحد بس من الدايره باختلاف درجاته، يعني بفتح وبوسطن وبغمق فيه، تمام؟ بوظف الفاتح في الحدود او الراسيات، الوسطي في الاساس، الغامق في العناصر التكميليه. ده معناه ايه؟ ان اللون موجود في حدود وفي اساس وفي عناصر تكميليه، وده غير عملي في الوقت الحالي. تمام؟ ده غير عملي في الوقت الحالي. طب التوظيف الجديد، بص كده الصوره دي شرح للتركيبه المونوكروماتيك في الوقت الحالي. هنا هو شغال بايه؟ امسك كده معايا حاجه اسمها الميزان بقى اللي بقول لك عليه ده، ميزان. الميزان ده بيحتوي على ايه؟ بيج اوف وايت كريمي ابيض او جري، وعندك يا بارد وسخن كفتين دول، تمام؟ هنا فراغ ده بارد ولا سخن؟ بارد. شغال بايه؟ بيج اوف وايت كريمي ابيض او جري وبارد، تمام؟ خليك بقى في الحته دي شويه. انا دلوقتي كنت بوظف التركيبه في الاول ازاي؟ كنت بحط اللون في حدود في اساس عناصر تكميليه، تمام؟ شيل بقى انت اللون من الحدود واللون من الاساس وخلي اللون اللي انت مختاره من الدايره في العناصر التكميليه، تمام؟ طب والحدود والاساس؟ قال لك محايد او مركب. يعني ايه؟ انا كنت الاول واخد الموف مثلا او واخد اللبني ده، واخد اللبني ده وحاطط الفاتح منه او اللبني السماوي منه في الحوائط والتريكواز منه في الاساس والغامق الازرق منه في العناصر التكميليه. انتوا بتتخيلوا معايا؟ ضاعت راحت؟ لا ليه ليه؟ اول التركيبه دي ليها توظيفين، توظيف يا اما خلي اللون اللي انا مختاره ده باختلاف درجاته، مش انا بختار لون من الدايره، باختلاف درجاته. الدرجات بتاعته دي بقى هتوزع في الحدود والاساس والعناصر التكميليه، وده غير مرجح، ان انا يكون الفاتح بتاعه في الحدود والوسطي في الاساس والغامق في العناصر التكميليه، لا انا بقيت بقى اخرج اللون من الحدود والاساس وبضيف اللون اللي انا عايزه في العناصر التكميليه، هيظهر بشكل شيك جدا. ممكن بقى اضيفه في العناصر التكميليه وبعض الاساس، اضيفه في العناصر التكميليه وبعض الاساس. لو جه هنا فوتيه باللون ده وحش ونسبته مش قويه، تمام؟ لو جه فوتيه جنب الكنبه الرئيسيه مثلا هتلاقيه شيء جيد جدا ومفيش فيه اي مشكله، تمام؟ فالتوظيف الجديد بقى او التعريف الجديد للتركيبه دي ان انا بضيف اللون المحايد او اللون المركب في الحدود والاساس، وبضيف اللون اللي مختار من الدايره في العناصر التكميليه والاساس وبعض الاساس. بضيف اللون اللي من الالوان المحايده والمركبه في الحدود والاساس، تمام؟ وبضيف اللون اللي انا مختاره من الدايره في بعض في العناصر التكميليه وبعض الاساس. اللون بجنب اللي انت عايزاه، تمام؟ طيب ازاي بقى؟ قال لك الحدود بتاعتك بيج اوف وايت كريمي ابيض او جري، غمق الاساس اغمق من درجه الحدود درجه 2 3 4 5 زي ما انت عايز، وضيف لونك في العناصر التكميليه وبعض الاساس، تمام؟ فانت بالمعنى العادي كده شيل كده الالوان اللي موجوده، شيل الطاوله الجانبيه دي، شيل الاباجوره، شيل التابلو، شيل المخدات وشيل المفارش دي، تمام؟ هتلاقي عندك ايه؟ حيطه بيج وكنبه اغمق منها شويه، صح؟ وضفت لوني في عناصر تكميليه. فدي كده شياكه ظهور المونوكروماتيك في الوقت الحالي، ان انا واخد لون من الدايره بس مش في حدود وفي اساس وفي عناصر تكميليه، ده التعريف القديم. دلوقتي لا بقى اللون اللي انا مختاره ده في العناصر التكميليه وبعض من الاساس، تمام؟ انما الحدود والاساس نفسه الاساس الكبير محايد او مركب بالظبط، بيش وفايت كريمي ابيض او جري. فهتلاقي هتلاقيني اقول لك الكلام ده اكتر من مره. هنا برضو
انا الفراغ الاول ده ايه؟ سخن ولا بارد اللي فوق؟ بارد. انا عندي ده لبني او بيبي بلوز او الفاتح ده، اللبني الفاتح ده اصله ايه؟ ازرق. تمام؟ الازرق ده بارد، يبقى ده بارد، يبقى الفراغ بتاعنا كده الكفه اللي طبه البارد. انا عندي بيج وفايت كريمي ابيض او جراي، وعندي الكفه دي اللي طبه البارد، اللون انا مختار من الدايره، الوان الدايره احطها في الكفات دي. فانا هنا حابب الفراغ بتاعي يبقى بارد فقط. طب لو عايز احط سخن في الكفه الثانيه، ما ينفعش بقى الكفه دي تبقى طبه واروح حاطط هنا سخن فيما يعادل الكفه دي، لا. انتوا معايا؟ فانا هضيف في الكفه الثانيه دي نسبه اقل من نسبه توزيع البارد او السخن على حسب. فانت مختار هنا بارد، يبقى الكفه دي طبه. الناحيه الثانيه بقى احط بعض السخن، اشوف بقى اللي يعجبني في السخن اللي قصاده ايه. انا عندي الازرق ده من قسم الالوان البارده، طب قصاده الوان سخنه اللي يفرقع معاه اورنج، يفرقع معاه اورنج ده قدام الازرق على طول. فانا عندي اللبني ده الفاتح بتاع الازرق قصاده اورنج، حط هتبقى بقى احط مخدتين واحط ترابيزه واحط، لا هي مخده هنا اورنج حلو قوي، ممكن مفرش لو انت حابب تزود، ممكن مخده والشابو بتاع الاباجور اورنج. تمام؟ فكده انت كده انت عامل ايه؟ بيج اوف وايت كريمي ابيض او جري، والفراغ بتاعك بارد، ونسبه توزيع السخن المقابل ليه في الدايره او اي سخن يعجبك، ممكن روز يبقى شكله شيك قوي مفيش فيه مشكله، ممكن اضيف له اصفر زي ما انت قلتي، كل ده سخن مع البارد اللي موجود، فهتلاقيها شكلها شيك برضه. تمام؟ عندك دي كمان الكروماتيك دي كمان، فعندك بيج اوف وايت كريمي ابيض او جري، ورد بالاساس اغمق من درجه الحدود درجه 2 3، وحط لونه في العناصر التكميليه. لو عايز اضيف بعض الاساس براحتك، مفيش فيه مشكله. هنا الفراغ بتاعه ده ايه؟ سخن بقى، الناحيه دي اللي طبت شويه. تمام؟ فبيج اوف وايت كريمي ابيض، والطبه دي الكفه دي اللي طبت شويه معايا. طب عايز اضيف الناحيه الثانيه بارد، اشوف ده لون ايه ده؟ ده لون ايه ده؟ ده فاتح بتاع احمر بطيخ مثلا، ده فاتح بتاعه. طيب الاحمر ده من اقوى الالوان السخنه، ايه المقابل ليه؟ قال لك اخضر. طب اخد الاخضر صريح كده؟ لا، ممكن تاخد اخضر تفاحي، تحط اخضر تفاحي كده بشكل شيك قوي هنا، او ممكن تحط لبني هيبقى تحفه برده معايا، ميه ونار هيبقى جايب معاك، هيهدي النار شويه. تمام؟ ممكن تحط اصفر، انا كده مختار ده اقوى الالوان السخنه، ممكن اخلي الاصفر ده يفرق معاك اهدى الالوان السخنه. زي اللي فوق دي، اللي فوق دي انا ممكن احط له اخضر هيبقى برده كده، انا كده عامل ايه؟ سخن مع سخن او بارد مع بارد، بس بلون مختلف من البارد، هتبقى شغاله وشكلها جيد وانت عايز راحه واسترخاء اكتر. اللي تحت ده مفرقع شويه، ده مطرع كده معاك لون الشمس او الاورنج المسبر او او الاصفر نفسه، وانا اعتبره نفس فكره المونوكروماتيك. بص بقى توزيعها كده بره عامل ازاي، يعني هجيب لك انت برده نماذج نفس الكلام ده، شايف ده كده؟ انا هنا ايه اللي عامله؟ فيجو فايت كريمي ابيض او جرين، حطيت الاساس بتاعي اغمق من درجه الحدود درجه 2 3 4 10 زي ما انت عايز، وحطيت لوني في العناصر التكميليه، حطيت ده وده وده، لو في فوتيه هيجي هنا تريكواز شغال. تمام؟ مفيش اي مشكله. لو في فوتيه هنا يجي ساده ساده، ويعني بيج ساده، معلش بيج ساده ومنقوش بالتريكواز برده مفيش مشكله. تمام؟ فانا ممكن اضيف بعض الاساس وبعض العناصر التكميليه. بص برده دي كده، انت شايف اللون فين؟ التابلو عناصر التكميليه والقصه دي كلها، انما الحدود والاساس محايده ومركب. طب شيل الالوان كده وشيل السجاده وشيل الترابيزه وشيل المخدات وشيل التابلو، هتلاقي حيطه جري فاتح وكنبه جري غامق. تمام؟ ادي فكره المونوكروماتيك بطريقه بسيطه جدا في الوقت الحالي، ودي ودي وفعلا ده توظيفها في الوقت الحالي بالشكل ده. بص كده دي كمان، سواء بقى انت عملت ايه؟ سواء انت عامل كده يعني، هو ده جري فاتح وعندك جري غامق عليه، بيج اوف جري فاتح والكنبه اغمق من درجه الحيطه كنبه درجه 2 3. تمام؟ وضفت لوني في العناصر التكميليه. عايز بقى لونك ده واحد اثنين براحتك، يعني ممكن تضيف اكتر من لون هنا على فكره، مفيش فيها مشكله. هو ضايف هنا شويه الوان. تمام؟ لو جيت انت نفس السيستم ده بس خلي الحيطه بيج والكنبه بني، هي هي ولا اي حاجه ولا عملت حاجه. تمام؟ فهي انا دي كده محايد والثانيه تبقى مركب وضايف لون من الدايره. فدي فكره بس توظيف المونوكروماتيك في الوقت الحالي. طب عايز اضيف لون، عايز اضيف لون في الاساس، اللون بتاعي في الاساس، عايز اضيف لون بقى في الاساس، ساعتها هتلاقيك انت خليت الحوائط بتاعتك بيج اوف وايت كريمي برضو. تمام؟ والاساس بتاعك هو لون، وضيف برضو بقى. وشوف حتى هو مختار لون مش قوي قوي، مختار لون هادي، وضيف العناصر التكميليه بالفتح بتاعه بلون مقابل ليه في الدايره اللي انت عايزه. لو انا هضيف لون في الحدود، انا اللي فات ده انا كنت شغال بمركب بيوني وبيج اوف وايت وكريم، لا انا هاخد من مركبات الدايره. انا هبدا اخد من مركبات الدايره، مركبات الدايره في الفواتح والوسطي والغام، انا هاخد الفواتح. طالما هحط في حدود خليك في الفواتح بتاعت المركبات.
تمام؟ فهو اختار الفاتح بتاع الاخضر المزرق كده الاقوى ده، واعتبره لبني مثلا، هنعتبره لبني تمام. طب اللبني ده لون ايه؟ بارد. طب اضيف بقى الغامق بتاعه في الاساس، مش انا لو انا لو تركيبه المونوكروماتيك البيج اوف وايت كريمي بضيف الكنبة ازمن من درجه الحدود درجه 2 3، انا كده مش حاطط بيج اوف وايت كريمي، انا حاطط ايه؟ درجات اللبن مثلا. اضيف الكنبة بتاعتي ممكن اضيفها التركواز ازرق، بس مش هتلاقيها حلوه قوي، او هتلاقيها ايه؟ ملفته للانتباه بشكل كبير. انما لما هديت عكست بقى، لما هديت بالبيج اوف وايت كريمي حط بقى الازرق اللي انت عايزه في العناصر التكميليه، حطه برده ازرق كده، والاثنين بف دول ازرق تمام، اللي هو رد على الحيطه، وعندك السخن ده رد برده يعني شغال ببارد فرديت بسخن نسبه بسيطه تمام. هو اللون المقابل للدايره بيبقى انسب لون ماشي مع اللون اكتر، لون يدي كونتراست يدي فرقعه اكتر، لون يدي جوه. هقول لك هقول لك التركيبات الباقيه. بص كده ده ايه ده؟ ده كلاسيك، ده كلاسيك. ده كلاسيك. ده ما جبتش لين 86. ما عندي 12. ده بضاعة ثلاث ارباع الجزء ده. هجيلك الجمعة إن شاء الله. تمام؟ فبص كده الكلاسيك ده. الكلاسيك ده شغال بإيه؟ شغال بالمونوكروماتيك ده. أصل التركيبات مع الكلاسيكية مونوكروماتيك. المونوكروماتيك ده الوحيد اللي بيمشي معاه الكلاسيك. بتمشي معاه الكلاسيك بشكل رهيب. يعني هو لما تيجي تشتغل بكلاسيك هو مونوكروماتيك ده الدايركت على طول. طبعا التركيبات كلها بتمشي مع المودل، بس مش كل التركيبات بتمشي مع الكلاسيك تمام. التركيبه الوحيده اللي بتبقى دايركت مع الكلاسيك المونوكروماتيك، وممكن توظفها حتى بتعريفها القديم، ممكن توظفها بتعريفها القديم. ورد والله يقويك ربنا تمام. كان عندي بقى تحضر تشطيبات من 4/6 وتيجي من 6. ما هي النهارده اخر المحاضره فيها، ف يعني ممكن عادي استاذن الباشمهندس محمد بس هي اخر محاضره للاسف تمام. فعندك المونوكروماتيك ده من التركيبات اللي بتليق مع الكلاسيكيه بشكل كبير تمام، لان في عندي سيمتريه في التوزيع برضه في اللون اللي انا بختاره كده. بقى انت ترجع لاصل التركيبه، ان انا باخد لون واحد بس من الدايره باختلاف درجاته تمام، بفتح وسطا وغمق فيها واختار بنفس الدرجه مفيش مشكله. فده بيليق اكتر مع الكلاسيكيه، لان الكلاسيكيه عايزه سيمتريه توزيعه لون وسيمتريه توزيعه عناصر، فهتلاقي الكنبه الاثنين دي كرسيين بتوعها تمام. وهتلاقي برده عندك اللون اللي مختار في الحدود هو اللون اللي حاطه في الاساس، هو اللون اللي حاطه في العناصر التكميليه تمام. فالكلاسيكيه عايزه ده، فالمونوكروماتيك دي بتليق جدا مع الكلاسيكيه تمام. فهي من اصل التركيبات اللي بتليق مع الكلاسيكيه. اه ممكن اوظفها بالقديم، اه ممكن اوظفها بالقديم، اه ممكن اوظفها بالجديد. يعني يبقى عندي مثلا الطريق الصالون ده، الصالون ده باللون الازرق ده، واحط عليه مخرج ده افتح شويه منه عادي شغال، بس هو نفس اللون، هو نفس نفس الدرجه. يعني ممكن تبقى الحيطه بتاعتي الفاتح بتاع الاساس شغاله برده، بس دايما الكلاسيكيه عايزه الغوامق، الكلاسيكيه عايزه كده حته بيتي، حته كحلي، حته مثلا زيتي، فين الجو بني تمام. هتلاقي درجات، هتلاقي قلت لك ازرق وزيتي اخضر وبني بني، درجات الطبيعه بتليق مع الكلاسيكيه، درجات الطبيعه بتليق مع الكلاسيكيه تمام. يعني هو الازرق بس ما ينفعش تحط معاه اي لون؟ اه في الكلاسيك لا، هو معلش الديزاين بقى لا، في الكلاسيك لا، ابعدي عن اللي هو الالوان السخن وبارد، يا سخن يا بارد في الكلاسيكيه. شغال بنبيتي ما احطش معاه اخضر تفاحي، ما احطش معاه لون يفرق معاه، فهو مع الكلاسيك بس. هو مش كل الكلاسيكيه، بس هو اصل الكلاسيكيه المونوكروماتيك، ان انا باجي اوزع اللون مع الكلاسيك بوزع مونوكروماتيك تمام. فدي كده فكره المونوكروماتيك في البدايه، وموضوع بسيط على فكره، الموضوع مش صعب قوي، وقصدت بس اعرفك التعريف القديم بتاعها والتوظيف الحديث بتاعها في الوقت الحالي تمام. فدي تركيبه المونوكروماتيك. هيجيب لك تركيبه ثانيه قريبه جدا من المونوكروماتيك بس مختلفه شويه في درجات الالوان، اللي هي ايه؟ حاجه اسمها الانالوجز او الانالوج ده. الانالوجز ده او الالوان المتجاوره او الالوان المتناظره او الالوان المتناغمه، الكلام ده كله ايه معناها؟ اختياري لاي ثلاث الوان متجاورين يتوسطوا بلون اساسي او لون فرعي. كلام بيزي شويه. اختياري لاي ثلاث الوان متجاورين يتوسطوا بلون اساسي او لون فرعي. اللون الاساسي ايه؟ احمر واصفر وازرق.
الاحمر كده يمينه ايه وشماله ايه؟ اللي جنبه الالوان اللي جنبه هتلاقي موف محمر وموف بزرق او موف محمر قصدي اورنج محمر موف محمر واورنج محمر. طب والاصفر هتلاقي جنبه اورنج بسبير واخضر بسبير اورنج بسبير واخضر بسبير تمام. هتلاقي طب الاورنج هتلاقي فوقيه كده اورنج بسبير وتحته اورنج محمر. الدرجات دي بتليق مع بعض يعني هتلاقي فيها هيرموني كده فيها تجانس كده فيها تناغم كده تمام. فهو بيقول لك هي الوان من عائلات متجاوره. شفت عائلات الالوان اللي انا جبتها لك الاخضر بسبير والاخضر الاورنج بسبير والاصفر الكلام ده عائلات برضه. فانت تلاقي الدرجات دي مع بعضها كانك مونوكروماتيك كانك درجات لون واحد. بص التركيبه بتاعت الالوان اللي جنبك دي كده شايف الدور كده دول فيهم الاخضر والاصفر والاخضر المسفر. هتلاقي الاخضر في الوسط كده وفوقيه اخضر مسفر وتحتيه اخضر مزرق مثلا او عندك الاخضر المسفر وفوقيه اصفر وتحتيه اخضر مسفر وتحتيه قصدي الاخضر اخضر اخضر مسفر اصفر ثلاثه دول كده مع بعض تمام. فانت هتلاقي الدرجات اللي مع بعضها زي ما هو هنا برضه عامل لك قال لك اخضر وجنبه هنا اخضر مسفر وجنبه هنا اخضر مزرق دول الثلاث درجات بتوع الاخضر مثلا او الدرجات دي. فانت هتلاقي المونوكروماتيك دي من التركيبات اللي ممكن بعض الاشكال او بعض الاختيارات فيها تمشي مع الكلاسيك تمشي مع الكلاسيك انما هي عشان فيها بعض الدرجات المختلفه ممكن ما تمشيش مع الكلاسيك تمام. توجين في وقت ضايع بجد والله يعني الجزء الاول انا من رايي ما تحضروش والله تروح معانا مش مهندس لا والله موضوع عايز من الاول لاني اقعد اقول حاجات مش طب انت ايه طب خلاص هترجمه يعني مش قصدي والله انا عايزك من الاول افضل دايما بقول عن الالوان دي من الاول اصل هي من الاول وصعبه شويه امال بقى اللي جاي ما انا بتكلم في كده ده انت التركيبات تقيله اساسا. بص كده ومختار هنا ايه بص هنا مختار ايه عندك اليلو واليلو اورنج واليلو جرين تمام اللي هو الاصفر الاورنج المسفر والاخضر المسفر يتوسطهم الاصفر اللي هو لون اساسي ده تمام. فتلاقي الثلاث درجات دول جنب بعضهم كده كانهم لون واحد فعشان كده بقول لك ان هي قريبه جدا من المونوكروماتيك تمام. دول درجات الالوان كلها دي ال 12 لون او 12 تركيبه من الالوان المتجاوره في الدايره بتاعتك. هتلاقي برده نموذج نماذج مثلا زي كده بص كده هو جايب لك هنا ايه قال لك ده الموف المزرق والموف المحمر هو الازرق تمام. موف مزرق والموف نفسه قصدي والازرق تمام. الموف قصدي والموف المحمر وكل الازرق تمام. هو الثلاث درجات دول هتلاقيهم جنب بعض في الدايره كلهم فيهم تناغم كده نفس القصه مع دول نفس الكلام مع ده نفس الكلام مع ده نفس الكلام مع ده. مثلا احطهم في فراغ واحد اجيبهم لك في صوره ممكن تحطيهم الثلاثه في فراغ واحد اجيب لك صوره صور تعرض الكلام ده. فانت هتلاقي عندك الالوان المتجاوره دي بتدي دي عارف اللي يقول لك التجانس او الهيرموني او هي الهيرموني دي اللي هي الانالوجز ده تعريفها ده المسمى بتاع الانالوجز تمام. ده موديل دي موديل لا هي ممكن تمشي كلاسيك بس مش كلها تمام. فيها نسبة سيمترية شوية بس مش قوية يعني. بص الجو العام للروم ده كده في برضه لسه هدوء للعين في لسه راحة مفيش حاجة مفرقعة بشكل كبير. هو مختار ثلاث درجات جنب بعض. ايه الثلاث درجات؟ الأخضر والأخضر المسفر والأخضر المزرق. تلاقي الأخضر في الوسط كده وفوقيه أخضر مسفر وتحتيه أخضر مزرق أو اللي هو الأزرق الأخضر ده تمام. فالدرجات هو مختار واحد فيهم في الأساس ممكن كان يخلي ده في الأساس شغال ممكن يخلي ده في الاساس شغال ممكن يخلي ده هو خلى الاخضر اهدى هو في الاساس بتاعه. طب بص الستاره دي الستاره اختيار الستاره دي ليه؟ في مخده موجوده بنفس السيستم بتاعها لو ما عنديش المخده دي ما كنتش هعمل الستاره باللبن ليه؟ لان المفارش او الاهمشه بترتبط ببعضها بربط القماش ببعضه. يعني ايه بربط القماش ببعضه؟ انت عندك الستاره دي قماش السجاده قماش التنجيد والمخدات القصه دي كلها قماش. فانا لو ما كانش عندي فعلا ستاره قصدي مخده او كوشنز باللون ده ما كنتش هعمل ستاره باللون ده. يا اما كانت هتبقى بيج او اغمق من درجه الحيطه شويه يا اما كانت هتبقى بالاخضر يا اما كانت هتبقى يعني نفترض لو هي مثلا كتف كنت ممكن اديله دهانات ازرق بالظبط ممكن اضيف مش شرط عنصر تكميلي ممكن اضيف حته في حدود هتبقى شغاله معاك. انت ممكن تضيف اكتر من يعني ممكن تضيف واحد ده كده مثلا بس هو كتف يعني جزء كده رد على مخده موجوده رد على عنصر موجود الكلام ده تمام. بص هنا شغال بايه برضه؟ شغال بالموف نفسه والموف المحمر والموف المزرق جنب بعضهم الثلاثه موف نفسه وحاططهم في عناصر تكميليه وممكن في بعض الاساس دي برضه بتاعتك انت تمام عناصر تكميليه وبعض الاساس. هتلاقيك انت بقى زادت معاك لو خدت الفتح بتاعه في الحدود
هتلاقيها تقلت معاك، بدات تبقى رزله شويه. انما هو مخلي الحدود بتاعته مش اوف وايت كريمي ابيض او جراي، محايد او مركب زي ما قلت لكم كده. هندسه هو ليه في اغلب المدن اللي بيعتمد على الاكسسوار والاساس؟ العناصر التكميليه. اه ليه يعني ليه؟ طب كده اصل الاساس ده اسواق. اه بيبقى في حد عنده بالفعل كان فيها تري ورث ومش عارف ماشي وصاروخ جايبه ومعرفش ماشي وعايز يعمل الكلام ده. دي حاجه. تاني حاجه انا بشطر له بعمل له الديزاين بتاع الشقه دي وبطلع له ذوقي بقنعه بيه. انا مش عارف افشل مش هفش هشطر الشقه بس. اه لا انا ملاحظ ان الشقه كلها ساده وكله في الاساس طبعا مش عارف اساس. امال ال 3 دي ماكس ده بيعمل ايه؟ لا انا طبعا باخد القصه. لو انت واخد القصه كلها، لو انت مش واخد الاساس انا بديله الشاتل الاساس ماشي ازاي. بس لازم اعرف الاساس شغال ازاي على الاقل. انا حتى لو الاساس جاي عنده هشتغل على الاساس ولم بعض تفاصيل الاساس عشان ما اعملوش انا قصه كده. لازم اعرف هو عنده ايه. اعمل له وين هو خلاص. بعض تفاصيل الاساس مش انا قلت كده في الاول. انا لازم اكون ملم ببعض تفاصيل الاساس. اشتغل بوين يعني على الاقل. على الاقل لازم تساله. على الاقل التراوز، على الاقل هيجي ده ما لقوش ولا سابع ولا فاتح خشن ولا نافع. الكلام ده كله مهم على فكره. فالقصه دي كلها تمام. طيب عندك بعد كده دي المونوكروماتيك ودي من التركيبات اللي بتليق مع برضه ممكن الكلاسيكيه بس هي خلاص. طالما بدانا في المونوكروماتيك ده القصه اللي جايه كلها خاصه في الايه؟ بالمودرن شويه تمام. عندك اللي بعد كده بقى جاي لك مفرقع شويه. بص اللي جاي ده عندك الكومبلمنتري. الكومبلمنتري دي من التركيبات القويه جدا ومن التركيبات اللي بدات تعمل كونتراست معاك. طالما بدات تاخد مقابل للدايرك هدي الالوان المتقابله. الالوان المتقابله. طالما بدات تاخد بارد وسخن وطالما متقابل يبقى بارد وسخن خلاص. طالما متقابل في الدايره يبقى بارد وسخن. ده واللي قصاده ده واللي قصاده ده واللي قصاده ده اي لون مقابل للتاني في الدايره يبقى بارد وسخن. طالما خدت بارد وقصاده السخن بتاعه يبقى انا كده بفرقع. بعمل كونتراست عندك تمام. فهو بيقول لك اي لونين متقابلين اي لونين قصاد بعض في الدايره في ما بينهم تباين في ما بينهم تكامل في ما بينهم وضوح في ما بينهم كل واحد والتاني عايز يظهر عن الاخر. في كده حاجه بيسموها اشتباك لوني خناقه ما بين اللونين ده عايز يظهر وده عايز يظهر تمام. فبمعنى ايه اشتباك لوني؟ ان فعلا لو انت عامل اللونين دول 50-50 في الفراغ بتاعك هتلاقي في فرقعه عندك قويه جدا. بمعنى ايه؟ ان ما ينفعش مش هقول لك ما ينفعش بس يفضل ان انا ما اعملش حته زرقاء وكنبه اورنج. انا كده الحدود والاساس 50-50 ما بين بعض. ده سلبي شويه، سلبي في المساحات الصغيره على الاقل. تمام؟ انا هجيب لك نماذج اشرح لك بيها ده. هنا عامله 50-50 في الايه؟ الشميز وعندك البنطلون والكلام ده كله. ده هتلاقيها دي ملفت الانتباه فيها لفت الانتباه. بص النسب هنا هتختلف شويه هتجيب لك صوره فيها نسبه مختلفه شويه. بص دول كده برضو نفس الكلام 50-50 ما بين الحدود اعتبر ده حدود واساس حدود واساس. ففيها كونتراست عالي عندك الموف والازرق والاورنج وعندك الاصفر والموف وعندك الاخضر والاحمر دول قصاد بعض في الدايره كلهم. فانت هتلاقي الحاجات دي كده بتعمل كونتراست عالي قوي. هجيب لك بقى بعض النماذج واقول لك السلبيه ونحاول نعالجها ازاي تمام. فلانك انت هتلاقي التركيبات دي شغاله بشكل كبير. دي من التركيبات اللي شغاله بشكل كبير بس انا بنحاول بس نوزعها بتوزيعها ترضي معظم الافراد. زي ما بقول لك انا دايما ممكن تكون شكلها حلو بس انا عايز اللي يرضي معظم الافراد. ممكن تخش على بعض الفراغات كده تلاقي عندك مثلا حاجه زي كده. ممكن بعض الافراد تقول لي والله ده حلو يا باشمهندس بس الاغلب والاكثر هيقول لي لا صعب تقيله تمام. ليه؟ لاني هو كده مختار 50-50 ما بين السخن والبارد ما بين الحدود والاساس. طب اعمل ايه؟ هنا كده بيسموا فيه اشتباك لوني. الاورنج عايز يظهر والازرق عايز يظهر تمام. طب الاشتباك اللوني ده افض الاشتباك ده بايه؟ مثلا محايد او مركب. بالظبط كده افض بالمحايد او بالمركب. طب اعمل ايه؟ قال لك يفضل ان انت ما تعملش ما بين التوزيع بتاعك ما بين الحدود والاساس. يعني انا عامل حيطه ازرق ما ردش عليها بالمقابل ليه في الاساس لا ارد على الحيطه بالمقابل ليه بس في العناصر التكميليه مثلا مش في الاساس. يبقى ساعتها هشيل الكنبه دي وممكن احطها بيج اوف وايت كريمي ابيض او جراي ومخدتين اورنج. كده انا رديت على الحيطه الازرق بمخدتين اورنج. نسبه الرد اقل من النسبه الاولى اللي هي الاساس نفسه تمام. فانا كده راضيت 50-50. لا انا كده عندك ده نسبه اكبر وعندك الكوشنز دي كان لم يكن بس مديها شياكه تمام. عندك ممكن اعكس انا عاجبني قوي الكنبه بالقصه بتاعتها يبقى خلاص وهظهر لك التابلو برضه. عندك بيج اوف وايت كريمي ابيض او جراي ورا تمام.
تمام؟ التابلو هيظهر والتابلو يعتبر رد على الكنبه بدل ما ارد على الحيطه كلها، تمام؟ فلو انا شغال بالاساس فبدل ما ارد بالحيطه كلها يبقى كده عامل تنافر وعامل تضاد وعامل قوه بين الاثنين، لا انا ساعتها التضاد ده هقلله شويه او هديه او اظهره بشكل اشياء، تمام؟ ان انا هفض الاشتباك بالبيجر والفايت والكريمي ابيض او جري. التابلو هنا مش ظاهر عشان بارد على بارد وغامق على غامق والفريم حتى بتاعه غامق، كان ممكن الفريم ده يتغير لونه ابيض او بيج على شكل استطاره، او ممكن يبقى شايف الذهبي ده كده، الذهبي ده كده ممكن الفريم يبقى ذهبي، تمام؟ ومودرن عادي ولا اي حاجه، مودرن سيمبل جدا الفريم ويبقى ذهبي. باشمهندس طب انا على حسب كده انت رجعت مرة لو انت حطيت بيج او جري او جري ما هو انت كده فاكر انت ساعتها ماشي بارد اقدر انا بهدي الجو بتاعي، انا لو عايز افرقع هنا لو عايز افرقع فقط يبقى بيج اوف وايت كريمي وكنبه اورنج ومخدات ازرق، فانا كده مفرقع برضه، انا كده مستخدم تركيبه الالوان المتقابله بس نسبه التوزيع ضعيفه، نسبه التوزيع بسيطه. انت لو بدماغك كده خليت ده بيج اوف وايت كريمي ابيض او جري، هو انا كده ردت على الحيطه باللون الغامق بيه بيها؟ مش انا قلت لك بيش وفايت كريم المفروض بقى يبقى احط الكنبه بتاعتي اغمق من درجه حط درجه 2 3، تمام؟ لا انا حطيت اورنج في الاساس وبعد كده اتحط على الحيطه تابلو ازرق ومخدات ازرق، تمام؟ فانا مستخدم الكومبلمنتري بس بطريقه اهدى شويه، ما هو دايما لما بدخل بيش وفايت والكريم ده بيهدي لي الجو خالص، تمام؟ في المونوكروماتيك انا كان كل توزيعات اللون بتاعتي في العناصر التكميليه وبعض من الاساس، تمام؟ انما في دي لا انا ممكن اخليها في الحيطه، طب انا ممكن اخليها نفس السيستم ده بس مش هخليه ازرق، انا هخليه لبني وشغال معاك ما فيش مشكله، بس فيها برضو الكونتراست عالي، يعني هتلاقي عندك اللبني في الحيطه والكنبه يعني مثلا تبقى شبه ايه مثلا زي بس ده عكس شويه، عندك الحيطان اورنج والكنبه ازرق، دي برضو هتلاقيها فيها كونتراست، هتلاقي ده في فرقعه في الفراغ بتاعك، فدي في المساحات الصغيره بتبقى صعبه شويه، عشان اهدي الجو ده يبقى ممكن كان شايف المخدات دي خليها زي خلي الكلام ده الحيطه بتاعتك بيج او فايت او كريمي حط تابلو فوق اورنج لو انت حابب كده، نسبه الرد على الكنبه دي بالمقابل بتاعه اللي هو الاورنج اقل شويه، يعني كده الحيطه والكنبه 50-50، وده بيبقى مش عايز اقول لك وحش على فكره ان في ناس بتحب ده، فانا بقول لك بس لا عشان يرضي عشان يرضي معظم الافراد. ايه هو حل في الصوره اللي بره؟ لا الصوره اللي هي الحيطه فايت ودي ده كده حل ده كده تمام، مش انا ممكن اضيف الاعمار يعني كده عندي ده الاساس ده الاساس بتاعي، يعني الفراغ بتاعي هنا بارد تمام، انا ضايف بعض اللمسات السخن فخدت المقابل ليه، طب اضيفه فين احطه في الحيطه اللي فوق ورا الكنبه؟ قال لك لا خليه في بعض العناصر التكميليه وبعض الاساس التاني اتنين فوتيه ومخدتين مثلا الكلام ده، فكده النسبه دي جيده. في ناس تقول لك لا ده كده كتير انا عايز بقى كرسي تاني لون الحيطه فيش تمام، او خلي كرسيين دول بيش لون الحيطه واحط عليهم مخدتين اورنج وواحده ازرق مثلا، فانت هتلاقيها هديت اكتر والاورنج موجود والازرق موجود بس النسبه ايه؟ بقلل في النسبه، فعشان تريح انت العين. عايز بقى انا افرع جدا فعلا عايز افرع اللون في الفراغ بتاعي في عنصر في سبيشال كورنر كده، شايف السبيشال كورنر ده هو هنا مستخدم بقول لك انا الكومبلمنتري كولرز دي الالوان المتقابله بدرجاتهم، يعني انا عندي كل درجات الازرق مع كل درجات الاورنج ممكن تبقى متقابله بفتح مواسطه مغمق متقابله تمام؟ فمش شرط تاخدهم بنفس السيستم كده، يعني مش شرط تاخد الازرق والاورنج من الدايره، لا ممكن تفتح تخلي ده لبن ويبقى الكرسي اورنج زي ما هو، برضه التضاد موجود بس نسبه ظهور الازرق اخف من الظهور في الوضع ده. بص شايف القصه دي سبيشال كورنر وعايزك تبص على المكان ده من اي حته في الفراغ ده، عينيك لازم تثبت عليه. بايه؟ بالوان متقابله بكونتراست الفرقعه تمام؟ بص كده زي ما قلت لك الذهبي الفاز الذهبي تحفه، بيبقى الذهبي في العناصر التكميليه بيدي فخامه جدا للعنصر بتاعك، عندك حتى الايه الشمعدان او الابليك ده برده بالذهبي، والذهبي قريب من الاورنج او قريب من الاصفر والاورنج الذهبي ده، فظاهر لك جدا على الحيطه التركواز او الازرق دي قصدي تمام. بص المكان كله على بعضه يعني ده كده من منظور ده من شوط اخر، بص نفس القصه برده انت لازم تبص على الليله دي ليه؟ عشان الوان متقابله في الدايره، هتلاقي في بعض الافراد برضو ممكن تستخدمها بشكل